فتحت المقطع ده يبقى تصلي على النبي. ايوه صلي على النبي وقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح الابواب. يا وهاب صلي على محمد فاتح الابواب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح خزائن الفتاح. يا قاضي الحاجات القي مفتاحك وحل قفلي، قول اللهم امين. باذن الله كل اللي بيسمع المقطع ده ربنا يرضيك ويرضى عنك ويحميك ويسترك وينجيك من كل شر ومن كل سوء، ويردك الى الله ردا جميلا، ويسد دينك ويحبب فيك العباد، ويسخر ليك ملائكة السماء وجنود الارض. ربنا يحميك من كل مرض ويشفيك من كل داء، وما يحكمش عليك حاكم ظالم، ويخرجك من حلق ضيق الى اوسع طريق، ويخرجك من الظلمات الى النور، ويجعل حالك ميسور بسر الصلاة على الرسول. قول اللهم امين يا رب العالمين. فوض امرك لله وقل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قول حسبي الله ونعم الوكيل. قول يا رب فوض امرك لله ووكل ربنا سبحانه وتعالى في امرك، وانت هتلاقي ربنا دبر لك امرك احسن تدبير. قول يا رب ماليش غيرك، ابات واصبح في خيرك، لا تنسيني لا تنسيني ذكرك ولا تحوجنيش لغيرك. بأمر الله عز وجل يكبر بخاطركم جميعا ويسد ديونكم جميعا وما يحوجكوش لحد. بأمر الله عز وجل يجعل لكم ركعة في البيت الحرام بأمر الله سبحانه وتعالى يتقبلها منكم وتدعي لكم ملائكة السماء. بأمر الله سبحانه وتعالى ربنا يسخر لكم جنود السماء. بأمر الله عز وجل يسخر لكم ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا ينصركم على أعدائكم ما يحكوش أبدا لحد، وخلي إيديكم في إيد أحبابكم بأمر الله يرحم موتاكم ويشفي مرضاكم ويفرحكم بأولادكم وينجح مقاصدهم بأمر الله عز وجل، تشوفوا الفرحة في عينيهم بأمر الله سبحانه وتعالى. صلي على الحبيب المصطفى، قول يا رب شفيني يا رب عافيني، قول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنير بها أركان العرش وما حواه وتحول بيننا وبين الشر ومن نواه. اللهم أمين. ربنا ييسر أمرك ويفك كربك ويحلل عقدة من لسانك بأمر الله يفقه قولك. ربنا بأمر الله سبحانه وتعالى يفتح أمامك كل الأبواب المغلقة وكلها تكون بالخير والسرور. صلي على الرسول. بأمر الله اجعل دعائي من نصيبكم واشفولي وادعولي بأمر الله إن ربنا يشفيني أنا وكل مريض. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يجعل يومكم مبارك بسر الصلاة على الحبيب وأهل بيته الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.